الحب القديم لما بيظهر فجأة أكيد الذكريات بترجع معاه. هو أنت متخيل إن مراتك هتسيب الذكريات ترجع؟ ده بقى اللي هنشوفه في الحلقة دي. اتفضلوا. سوري احنا اسفين. ازيك؟ ثانية. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. حبيبتي كم مرة بدك تطلب انا؟ نعم. ما قلت لك تبعتي لها السوبر ماركت تجيب لي غيار؟ حاضر يا فندم. حاضر الي قد ايه؟ حاضر. يلي ربع ساعة بتخلصي الطلب. الجو مطر برا. دقيقة واحدة. لا انا مليتها ما بنطر كثير. حاضر يا فندم. استعجلي شوي. سوري الدنيا عم تشتي برا عن جد ولا هي عم تكذب ولا؟ لا ما بتكذبش. انتو كيف جيتوا؟ نعم؟ كيف جيتوا؟ معكم سيارة ولا هالشيء؟ معي سيارة. روح انت على السوبر ماركت جيب لي غراتي مالي؟ نعم؟ روح انت على السوبر ماركت جيب لي غراتي. اجيب لك حاجتك من السوبر ماركت؟ مش انت بعتيها؟ تختو؟ خطيبتو. خاطبين؟ اه. دقلكم؟ بعد لنا 6 شهور. خلص ما زقتوا من بعض؟ ليه بس كده؟ لا ما زقناش لسه. هذا بدل خاطب 6 شهور خلص. كنت تتزوجوا؟ ان شاء الله. ايه عن جد؟ يلا بقى بنحب بعض وكده. تحبها؟ لا واخدها غصب عني. اكيد بحبها. بيقولوا اهلك غاصبينك. لا لا اهلي ما كانوش يعرفوها. يعني حضرتك مش قادرة تستحمليها واحنا مستحملينك من الصبح. انا شايفك عماله تلتقط يعني في الليل. مش عارف مش عارف التقط. اتفضل يا فندم. ثانية واحدة. بعد اذا بدك تضحكي ما تقعد تحبي تضحكي بدري. في حدا يضحك؟ اوكي. الو ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ اسمك ايه؟ اسلام. اهلا يا اسلام. عندك كم سنة؟ عندي 24. متجوز؟ لا خالص. نخاف مع الحب؟ اه. بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. 6 شهور. اسمها ايه؟ اسمها هدير هشام. طيب بص يا اسلام اقول لك على حاجة. انا مش دكتور ودي عيادة المفروض بالنسبة لخطيبتك ان هي عيادة تجميل، بس ده برنامج مقلب وهيتعرض في رمضان، فاحنا عايزين نضحك على خطيبتك ونفهمها ان في حاجه ما بيني وما بينك حصلت قبل كده زمان، او كان في حاجه حب او حاجه. يلا خلاص جو انت بقى. خلاص يلا روح لها بقى. روما. روما روز اي حاجه بقى تعجبك تيجي على بالك. ايه ده؟ هدخلكوا. طيب اتفضلي. ايه اخبار؟ عامله ايه؟ كويسه؟ سلام. روما سلام. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. فرصه سعيده قوي. انا اسعد. اتفضلي. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. دكتوره بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. ايه في الايام المدرسه حلميه بقى وعين شمس وحركات؟ ايه يا اخي ده والله ليك وحشه وحياه ربنا. والله انت تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ اه ازيك؟ الحمد لله. كنت تمام؟ اه تمام. انا عرفت اسلام من زمان قوي. كنا بناخد درس مع استاذ فتحي شرقاوي. ايوه فتحي شرقاوي. اه انا كنت في مدرسه الحلميه بنات قدام مدرسته على كده. اه انت عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. اختفيتي مره واحده كده. كله كويس؟ اه والله الظروف بتاعت الشغل وكده. ف بس انت
مدرسة زينب دي طلعتك خسستك صح. ولا ايه؟ شوف انا بقيت دكتورة وانت كده خطبت في الاخر. معلش بقى. انت هتتجوز قريب؟ ان شاء الله. طب والله العظيم تلاتة انا يعني مش قادرة اقولك انا فكرت قد ايه لما شفتك. فاكر الشعر اللي كنت كاتبهولك على الحب الاول؟ بتاع ايه؟ ابيض. لا انا وانا برضه حب زمان حب الطفولة ده ما حدش يقدر ايه. اوكي فهمتيني بقى. طب خلاص تعالي اقولك على حاجة. اعمل لها بخار. تعالي اعمل لك بخار في وشك واظبطك كده ممكن تتجوزي ولا حاجة. ايه تعالي. بس يعني كده. طب قول لي يعني اتريت يعني انت بقالك 8 شهور والله انا عزمت كل الناس اللي عندي يعني عزمتهم على ايه؟ على الوقت فالاقامت عزمتهم على ايه؟ انا كنت هاجي كنت بعمل ايه؟ اتفضلي. لا بركز وشك معك. وشك بايظ خالص بايظ وشها بس انا هظبط لك الدنيا. انت مش مهتمه بنفسك على فكره. معلش دايما كنت بقول يا كوكو احنا صغيرين لحد لما كنت اشوفه في الحفله قاعده اقول له يا كوكو. الناس كلها كانت بتحب مني الكلمه دي. طول عمري بحب اتدلع. استني غمضي بقى غمضي. رنا يا رنا. نعم يا دكتور. لا مش لازم تقولي العكس كده عشان وشك اصلا انت العصبيه اللي انت فيها دي يعني بوظلك وشك. ايه ده يا ابني ده؟ طب يعني حتى انت كنت طول عمرك بتحب البنات الغريبه دي. شفتي بقى النصيبه؟ لا انت اسود عليك ان شاء الله. هو ايه الاسود؟ اللي ده لابس زيتي مش اسود. زيتي بس انت طول عمرك بتحب اللون الابيض. طول عمري. طب ممكن لو سمحتي ترجعي لورا عشان اعرف اشتغل. ما قلتلهاش على اي حاجه تخصنا يعني ما حكيتلهاش عن ايام بقى فتحي الشرقيه. لا هو الصراحه ما حكيليش. وين الدكتوره؟ وين خليكي لابسه خالص. انت على فكره مش طبيعيه وانا عارفه ان انت جايه من بلوك. بليز بليز ما تكوني هالادريقه حبيبتي. انا بشتغل وشي حبيبتي. لا وشي يعني وشك ما فيهوش حاجه شكل عشان لا 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 واثق بمين انت لانه بتحبها واثق فيها بتكون هي حبتك اي كلمه بيجي واحد بتحبه. انت عايزه تجنيني اكلمك مصري جاي استفهمي؟ قومي بصي عملت فيكي ايه. انت مجنونه؟ انت لسه بتكلمي معانا يا ماما؟ مفيش حاجه في وشك. انا عايزه اشيل يا حبيبتي. انا مش بقولك ده بيعمل كلاموش بشره. لا انا عايزه اشيل امتصه خلاص. وشك امتصه دلوقتي احط لك كريم. لا انا مش عايزه اه ارتاح. لا مش هحط مش هرتاح. اسلام هو مالي اسلام بالموضوع انا دلوقتي؟ لا ما تكلمنيش كده. لا اكلمك كده بص على ايه. طب خلاص امشي وشك كده. روح بقى شوف بقى. لا انت مش دكتوره. انت مش دكتوره. لا تكلميني يا عيد. ما تكلميش ايدك. ما تكلميش ايدك. انا بكلمك والله يا اسلام. حرام اللي هي بتعمله ده. بتتكلم كده ليه؟ انت بتجوز راجل. انا حققت لك وانا حققت لك. انا انا مش شايله حاجه بقى. انا عايزه ابوظ لك وشك. مش دي خطيبتك؟ انا هبوظ لها وشك. شفتي؟ بجد والله. بجد والله. والله باظ خلاص. بجد؟ اه بعد اللي انت عملته فيا لحد النهارده ما اتجوزتش عشان انت بقى انت 8 شهور ما بتكلمنيش. شوف بقى انت. معلش بعد كل اللي عملته فيا زمان. ما هو كلكم كده بتتلموا في الاخر. معلش اه طب ماشي ما نشوف بقى مين. هلا انت جاي تحبي قومي شوفي لنا وشنا. اسلام قومي البنت هلا بالزيت فيها مثلي. قومي في الزيت. هتفضل عامل كده كتير؟ انا مش عارف. انت مستفز على فكره. خليها تسكت. هو المستفز. لا انا جاي اعملي اختك خبطه. اقتلك فيها. انا عن جد بعمل اقتلك فيها. تعالي لو سمحت. ايه؟ اوعي كده. نو واي. لا انا بتكلم. ما تمديش ايدك. ما تمديش ايدك. انا بتكلم معاكي. تعالى. لا مش شايفه حدا؟ اه. هي عيادة شو؟ مش فاهماكي. لو سمحت نسينا نتكلم معاك. لا لو سمحت مش هنتكلم مع بعض. اسلام كلمي ليه؟ ما هي علاقة معاك. اه انت ساكت يعني؟ انت هتشليني على فكره. انت فاهمه غلط. استني انت فاهمه غلط. انا بس احب افهمك. نعم. انا احب افهمك بس انا احب افهمك. انا خطيبته يعني ده اللي انت انا حبيبته. ايه حبيبته يعني؟ ما انا بقول لك انت كنت خلاص في الماضي وترميتي خلاص. احنا كان بيتكلم لحد من 8 شهور. اوكي لغايه قبل ما احنا نتخطب. اول ما خطبنا قطع معاكي.
ايدك بس لو سمحت. ايدك بس. ايه بس انت كده. لا لا ايدك بس كده. بصي يا اسلام دلوقتي انا عايشة في مكان فاتح. دلوقتي انت عمك وشها انا محتاجة دلوقتي اللي جنبك. انت كتيري ايه؟ دلوقتي الله اعلم ايه اللي ممكن يكون بيحصل من الكريم ده. انا معرفش اصلا وشها عمل كده ليه. والله انا معرفش. انت مش طبيعي. انت مش طبيعي. انت مش طبيعي. انت هيك عملتي بوجهي؟ انا اتخنقت منكم والله العظيم اتخنقت. مش عارفه انت اللي اتخنقت مننا؟ وينك انت بالذات بقى؟ طب وريني ازاي بقى؟ على فكره بقى الكريم ده هيعمل لك مش... بصي هو انا حطيته لها قبل كده. هو انا هعرفش هو في ايه؟ وريني هتعملي ايه؟ فاكره لو ادي معاها واحد مش سائل عنها. عارفه الميه؟ عارفه الميه؟ شربي حبه ميه دلوقتي كده وابلعي ريقك وقولي الحمد لله اللي حصل لي كده بس لان انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. هتعملي ايه بقى؟ سجني يا قمر. شوف بقى ما حطيت ده يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه. ما هو شعب هو عارف لما تجري. حبيبتي شايفه وشها عامل ازاي؟ وايه المنظر ده اصلا انت مخطوبالها دي؟ ايه دي منظر اساسا كل وشها مفحر من غير حاجه كان بايظ اصلا. انت وشك يا مش حاجه. بقول لك ايه فكك من انت عماله تعملي شكل الجا شكلك مجنون اصلا. حاضر. سيبني انا اوريك الجنان. ما تمديش ايدك. احب اوريك الجنان. وريني. طب اوريهولي. طيب شيلي الاسم. مش هشيله. لا هتشيلي. مش هشيله. طب هنشوف بقى كلام مين. هنشوف كلام مين. وريني بقى هتعملي ايه. بقول لك وشك هيبقى زيها كده. هيتجوزك ازاي؟ هيتجوزك على ايه؟ نفسك ده هيتجوز. والله ما انت هتتجوز واحده متشوهه. طب خلاص اهو قالك تق. ايه رايك؟ وريني بقى تتجوزيه ازاي. انا اخد الدبله انا بقى دي. ما هي لايقه عليكي بقى. الله. لا انت مش دكتوره. ايه ده؟ دي دبله ده خاتم. انت مش دكتوره. ده هتبقى واسعه عليا. طب بقول لك ايه ما تجرب كده. لا انت مش دكتوره اكيد. سالي واسعه. حطها فين؟ ماشي هنا. خلصتوا؟ انا ممكن تشتريه. خلاص خلاص انا فضلي بره بقى. شيليني الوش. مش هشيل. مش طالعه بره. انا شوهتك وخدته كمان. مش انت خدتي معايا عند بعين؟ وريني بقى اخدت العند بتاعك ايه. شيليني الوش. ما تمديش ايدي. لا همدها. لا همدها. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ لا عاجبك. ما تمديش ايدك. بقول لك بقول لك ما تمديش ايدك. احسن لك احسن لك. ايوه دافع عنك. انت فاهم ايه ده؟ عمرك حمش. ايه ده؟ ايه ده؟ وريني وريني هتعملي ايه؟ يلا اتفضلي بره. انا مش عايزاك هنا في العياده عندي. انا قاعده. هترضي بره هنا؟ بجد والله. طب وريني اتفضل اقعد انت. العياده من هنا والعياده بتاعتك. اتفضل. مش انت كده كده ما تمرش. سيبك من الدراسه خلاص. يلا حبيبتي. لا انت مش فظيعه. انت مش بني ادم. خليكي بقى خليكم مع بعض. يا جهاد. مش بني ادم. يا رنا. انا هنا ورايا اللي انا شفت كلامك. رنا انت شوهتيها وخدتي خطيبها؟ انت مجرمه. بقول لك ايه؟ رنا نعم. من فضلك يا حبيبتي. ده انا من عين شمسي يا حبيبتي. انت ما تعرفينيش. كيف حالك؟ لو سمحت من هنا ورايح مستر اسلام هو المسؤول عن كل حاجه. هو الجي ام. تمام. في اي وقت طلعي بقى الاستاذه دي من هنا. يلا بره. اتفضلي يا استاذه معانا. دي كده اتفضلي يا استاذه. اتفضلي. وخرج وخرج الاستاذه دي. تتقابل بالاسم يا شاطر. ان شاء الله. تاخدي خطيبها وتشوفي ايه يا ابني. بنت حرام. يلا. انت ممكن تقعدي تخرفي. خلاص. انت ماشيه وسابه. بقولك ايه بقولك ايه. انت ماشيه وسابه. انت يا حلوه تعالي كده. تعالي اعمل لك وشك وخلاص بقى قبل ما تمشي عشان حرام مركز ذنب بجد والله. انت يا سبت عليكي. انت سبت علينا قوي بصراحه. واحنا بنعمل فيك المبلغ ده. سبت علينا قوي قوي. وخايفه على نفسك وعلى خطيبك. تعيش يا روحي تعيش. منظر والله يا زهر. وشي كجوش اي حاجه. تعالى هنا. تعالى هنا رديها. رجع لها الدبله. اعتذر منها. خلاص بصي بصي انا اسفه. ما انتي قمر ولا هيبص لي ولا هيبص لها ولا هيبص لحد. انتي قمر فعلا. بصي القمر بيعيط يا جماعه. دكتوره شريره. مستفزه. انا دي دكتوره شريره مستفزه قوي. معلش لو انت مستفزه جدا. انا عملت ايه؟
طب بصي احنا فاكراكي احنا عايزين دلوقتي ناخد منك الموافقه ان احنا نعمل البرنامج ده في رمضان انا ونانيتا. ماشي.